السلام عليكم، مع جديد تاع الكاروسيل ماتيريال تاع السيريغرافي. جبنا لكم هذه الآلة تاع السيريغرافي، طابلة واحدة أو نقولوا هنا كادر، يعني لون واحد مع طابلة واحدة. هذه يعني تنفع تخدم بها حاجة القماش، ولا تخدم بها لي ساشي تاع بلاستيك، ولا الكاغد الكارتون. هنا دير السيريغرافي حاجة بلا، واش فيها هنا، واش يجي هذه مع هذه الطابله؟ ما كاش الطابله هذه تروح للنجار يعطي تكوموندي في واش راك حاب الطابله، كيما راك حاب القياسات اللي حاب عليهم، ولا عندك طابله قديمه في الدار تفيكسيها، بات تفيكسيها تفيكسيها مع هذو الثقب هنا. انا راني نفيكسيها هنايا بالسيري جوان، كيما انت تقدر تشري سيري جوان تفيكسيها خط اخر كي تكمل ديمونتي كلش وتخبيها. هذه هي تخرج على الناس اللي يخدموا في الديور، في الدار تاعهم عنده ضيق، ولا عنده محل ضيق ما عندوش لي ساعه فيه يجبدها يخدم بها ويخبي. هذو يا بالنسبه للمؤسسات ولا ليزاكتيفيتي الصغار. خممنا لقتش نقصنا الطابله هذه حتى به السعر يكون رخيص في متناول الجميع، وهي تكون خفيفه حتى في شركه الشحن تاع التوصيل. هذوك شركة الشحن التوصيل تاع الجزائر تكون تلحق خفيفة، ما تكلفش كوتي تاع من جانب تكلفة الشحن. هذو لي طوندور تريقل بهم لي روسور، وهذا هنا تقبض لي كادر، وهنايا تريقل الارتفاع. بالك خط اخرى تجيب كاش حاجة عالية هنايا على الطابلة تاعك باه تحكم النيفو تاع الطابلة، ولا السيبو اللي راك حتطبع عليه الخدمة تاعك. بالنسبة للسعر وأي معلومات شوفوا في صندوق الوصف ولا في التعليق الأول، رانا نعطيكم رقم الهاتف اتصلوا ولا الإيميل واتصلوا ونعطيكم المعلومات. الأسعار راهي تتبدل مع الوقت، يعني ما نقدرش نقولكم هنا على الفيديو شحال راه السعر تاعها. المهم تكون رخيصة، حاجة مليحة مطلوبة في السوق. هيا مرحبا بكم، السلام عليكم. المكان ولاية المندية، يعني اللي يحب يجي لينا عادي ما كاش مشكل، يجي لينا المحل ونعطوها له ما كاش مشكل، او نديروا له الشحن للولاية اللي يحب. نذكر الجزائر فقط، ما كاين بزاف راهم يتصلوا بينا من خارج الوطن، سمحوا لنا ما نقدروش نخرجوا لخارج الوطن، ما نبهذوش، كاين مشاكل ما نعرفوش كيف نبعثوا للخارج.